شرفني وينورني عبر الهاتف الان واحد من احسن الحكام المصريين في الوقت الحالي واحسن حكم مصري العام الماضي يعني والموسم الماضي بالفعل يعني طبقا لكثير من الاستفتاءات. دائما وابدا زي ما بقول عليه دايما هو الحكم الوحيد، كلهم حكام هايله وعظماء ورائعين وكل شيء، بس هو الحكم الوحيد اللي مش هتلاقي عليه دايما خلافات كبيره، مش هتلاقي عليه جدل كبير، مش لو سالت واحد من مشجعي الاهلي مش هيقول لك عليه حاجه، لو قلت لمشجع الزمالك مش هيتكلم عليه، لو سالت مشجع في الاسماعيلي تمام، لو قلت لواحد في بيراميدز هيقول لك جميل. عنده حاله كده غريبه استثنائيه عن اي حكم سواء في مصر او بره، يعني دايما الحكام مش محبوبين، يعني مفيش حكم بيتحب، مفيش حكم ليه شعبيه، عشان الجماهير دايما بتزعل من الحكام لو خسرانه يعني. بس هو راجل الناس بتحبه يعني، الكابتن الكبير كابتن محمود البنا حكمنا الدولي. يا كابتن محمود مشرف ومنور. كريم اهلا بحضرتك، انا سعيد دايما بحضرتك وبوجودي معاك، وبشكرك طبعا المره الثانيه على المقدمه الجميله. لا اقل من حقك، ودايما هقول الكلمتين دول عشان هم حقك يعني 100%. الله يبارك فيك، متشكر جدا لحضرتك. طيب احنا يوم الجمعه الجايه خلاص طلعه مهمه جدا على كاس الامم الافريقيه، وزي ما بنستنى منتخباتنا او منتخبنا يشرفنا بنبقى مستنيين كمان من حكامنا المصريين يشرفونا. شايف البطوله دي ازاي ان شاء الله يا كابتن محمود؟ ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول يعني مشاركه اعتقد ان هي الاكبر للحكام المصريين في بطوله الكان في دوله كوت ديفوار. ان شاء الله يعني اعتقد ان عدد 7 حكام موجودين في البطوله، اعتقد ان ده العدد الاكبر لاي دوله موجوده في البطوله. يعني انا اعتقد ان ده بيدل على ان التحكيم المصري الحمد لله رب العالمين متواجد ومتواجد بقوه، وزي ما حضرتك بتقول ان شاء الله زي ما منتخب مصر يعني هيمثلنا احسن تمثيل. انا بشوف ان التحكيم المصري اعتقد ان هو هيكون ان شاء الله باذن الله يعني هو هيمثلنا وهيمثل المصريين كلهم بشكل افضل باذن الله في البطوله دي. اكبر تمثيل في هذه البطوله حكامنا المصريين، ودايما لما بشوف التمثيل المصري للحكام في بطولات دوليه قاريه او عربيه ببقى فخور جدا، وبقعد بين قوسين كده استغرب هو احنا ليه بنقعد هنا نقطع وننتقد ونهاجم ونقول حكامنا حكامنا حكامنا، والناس كلها بره لما بتصدق يبقى في مناسبه وتدعو حكامنا المصريين لاداره هذه المباريات. هل الحكم المصري لا يقدر من الجماهير المصريه مثل ما يقدر في الخارج؟ يعني انا بشوف ان الـ ان الـ ان التحكيم المصري مظلوم، اكيد مظلوم هنا في، لانه زي ما قلت ان طبعا ان كل الناس عندها حق في الانتماء لانديتها والتعصب ليها، لكن انا من وجهه نظري الشخصيه يعني التحكيم المصري يستحق افضل بكتير مما هو عليه، وبشوفه انه بيأدي في سواء في المحافل المحليه او القاريه او اي مباراه بيكون فيها الحكام المصريين موجودين فيها في الخارج، واخرها اعتقد بطوله السوبر في الامارات. اعتقد ان كانت البطوله يعني انت شفت قد ايه التنافسيه كانت فيها كانت عاليه ازاي. الحكام المصريين يعني الاربع حكام السفاره وال 14 حكم بصفه عامه يعني ما بين مساعدين وحكام وحكام فار، انا بشوف ان هم ادوا دور كبير جدا في البطوله دي وفي نجاحها. وسط التنافسيه كانت كبيره جدا ما بين الاربع فرق. انا بس زي ما قلت لحضرتك قبل كده انه التحكيم المصري ينقصه فقط الدعم، سواء كان من الشارع او من النقاد او من الناس، تغيير فكره او قابليه تقبل الحكم المصري انا بعتقد هتفرق كتير جدا في التحكيم. وما زلت بقول لان شهادتي دايما مجروحه ان التحكيم المصري يعني ان لم يكن افضل فهو واحد من افضل الحكام سواء على المستوى القاري او المستوى العربي كمان. عظيم جدا كابتن محمود، انا بتمنى لك يا رب كل التوفيق في كاس الامم الافريقيه القادمه، ودايما مشرف انت وكل زملائك حكامنا المصريين. انا بشكرك شكرا جزيلا.